أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. سبحان من تنزهت عن الشبيه ذاته وتقدست عن مشابهة الأغيار صفاته، سبحانه وتعالى بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى سواك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الرحمن الرحيم بالمنيب بمحافظة الجيزة، حيث نلتقي وإياكم ضمن الأسابيع الثقافية لوزارة الأوقاف المصرية. وندوة الليلة تدور حول فضائل شهر شعبان، ويحاضر فيها من الأساتذة العلماء الأستاذ الدكتور علي مطاوع، أستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور ناصر السقا وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة، ومعنا مبتهلا المبتهل الشيخ أحمد عبد الباقي راشد. أيها الأحباب، يقول حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. فها نحن أيها الأحباب نتعرض لنفحات الله، فنحن في شهر رجب حيث التكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أسرى الله بحبيبه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وطوى له بساط الأرض في جزء يسير من الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وكأن الله القادر يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا نازعك الأقوياء فإن قدرتي فوق قدرة الأقوياء، وإذا ضاقت بك الأرض فإن مكانك فوق السماء، لترى من الآيات ما لا عين رأت.
نستقبل شهر شعبان، وهو أيضا شهر الاستجابة لأمنية رسول الله، حيث حول الله القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها. وهو شهر كان يخصه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بمزيد من الطاعات، ولما سئل عن سر صيامه في شهر شعبان قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فنسأل الله عز وجل أن يشملنا برحمته، وأن نتعرض لنفحاته فلا نشقى بعدها أبدا. أيها الأحباب، نستهل معا لقاءنا الطيب المبارك بهذه الكلمة الطيبة عن فضائل شهر شعبان، يقدمها الأستاذ الدكتور علي مطاوع، أستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ علينا آلاء وأفضالا ونعما. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد يا ربنا يا واسع المغفرة، وأهل أنت أن تعبد يا فرد يا صمد يا واحد يا أحد، وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد أن أسعدت نبيك صلى الله عليه وسلم، واستجبت لآماله وأمانه، وأسعدتنا معه بأن جعلت لنا قبلة نتميز بها على سائر المخلوقات. فقال الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الله، تأييد عظيم نبدأ به. وإن كان أخي صاحب الفكر المستنير أخي الإعلامي الحبيب الأستاذ سيد صالح، وهو من كبير مذيع ذات القرآن الكريم، قد أفاض وأجاد واختصر في كلمات بسيطة ما نقوله هذه الليلة، ولكن نذكر بعضنا بعضا بإذن الله تعالى، ونحيا حياة طيبة في بيت يكفي أنه أطلق عليه مسجد الرحمن الرحيم. ومع وجوه طيبة أراها وكأنني في قريتي وبين أهل البسطاء الذين يعشقون بيوت الله سبحانه وتعالى، وبصحبة أخي سعادة الدكتور ناصر بارك الله فيه،
ولكل علماء الأوقاف في وزارة الأوقاف وبخاصة في إدارة الجيزة من الذين أسعد دائما بصحبتهم. وهذه هي المرة يعني من الممكن الرابعة، فأنا أحب الجيزة والجيزة تنادي علي دائما. وسعدت اليوم بأخي الأستاذ فيصل، وآخر مرة تلاقينا في عام 85، وكنت يعني وقتها كنت طالبا في كلية اللغة العربية وأعمل بالصحافة، فرأيته في مجلة صوت الشرقية 85، وكنت يعني أسعد ببحته وصوته في هذا السياق، فمن الله عليه بأن يكون من أصحاب الكلمة الطيبة في إذاعة القرآن الكريم. تقبل الله منا ومنه ومنكم هذا السعي الكريم. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، فالمقام يقتضي الاختصار، وأنا آتيكم من مسافة ما يفرق 200 كيلو. فالحمد لله رب العالمين قد أتيت بفضل الله تعالى. الحديث عن فضائل شهر شعبان، ونحن ما زلنا في شهر رجب، وعشنا وما زلنا نعيش ما يسمى في منح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم حينما أسرى به واستقبلته السماء بأنبيائها وملائكتها حتى وصل إلى سدرة المنتهى منفردا، فهو الحبيب وهو الأحب وهو الأعز للرحمن الرحيم. وكلها منح ربانية. يهيل علينا أيضا هناك من النسمات، نسمات شهر شعبان الآن نستشعرها الآن في مثل هذه التجمعات. ومصر دائما هي بلد دين وعقيدة، معروف على أهلها. أنا لا أجامل ولا أتعصب لمصريتي، فالإسلام في مصر بخير، وأهل مصر بخير، ومساجدنا بخير، ولله الحمد والمنة، برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وأنا يشرفني أن كنت يوما في الأوقاف لكن لم أنل هذا الشرف، فأنا مسلم أستاذ في الجامعة، جامعة الأزهر، لكن أنا أسعد دائما وأكون في صحبة علماء الأوقاف، جزاهم الله خيرا على ما يقدموه لبيوت الله وللفكر المستنير، الفكر الوسطي الذي عرفت به مصر، ولله الحمد والمنة. لا نريد أن نقع وندخل أنفسنا في الخلاف، فالخلاف دائما يأتي بنا إلى نتائج سلبية. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، نعم أسري به بفضل الله تعالى، جسدا وروحا، نعم جسدا وروحا. وكلكم قد سمعتم كثيرا جدا في إذاعة القرآن الكريم ومن علمائنا على المساجد، على منابر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد وهكذا إلى آخره. وسورة الإسراء لمن يقراها في البداية سوف يتحقق له هذا، وسورة النجم أيضا تثبت ذلك وتؤكد ذلك. لكن نريد دروسا وعبرا نأتي في مثل هذه المناسبات لنقف على أنوار ديننا الحنيف، هذه الأنوار التي كان سيدها النور المبين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لا نريد أن نكهم أنفسنا في القيل والقال، المهم أن القبلة قد تحولت بفضل الله تعالى. ولذلك أقف بعض الوقفات حول هذا الحدث المهم في تاريخ البشرية وفي تاريخ الإنسان. وقفة أولى أنا أطلق عليها وقفة الاستجابة، ضرورة الاستجابة. استجابة لمن؟
الاستجابة لكل ما جاء به نبينا وحبيبنا من عند الله سبحانه وتعالى. قال لنا الله سبحانه وتعالى في سورة نبيه صلى الله عليه وسلم بتحول القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولى على الفور سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الغاية من هنا في حديث رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت الآية الكريمة: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فولى وجهه على الفور لمن؟ للبيت الحرام. ولذلك هنا مر رجل من بني سلمة وهم ركوع على قوم في صلاة الفجر، وصلوا ركعة واحدة، فنادى الرجل: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا واستداروا باتجاه القبلة الجديدة، وهي قبلة البيت الحرام الكعبة المكرمة. دون تريث ودون تردد ودون انتظار بالرجوع إلى سيد الخلق صاحب المقام. لكن الصحابة تلقت هذه الدروس على يد سيد الخلق المعلم الأول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة رسخ في ذهنهم وآمنوا وتيقنوا بقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول قال وحول وتحول في القبلة، ومن الله عليه بأن يصل إلى قبلة أبيه إبراهيم التي تمناها والتي تفرد بها، ولله الحمد والمنة. وإن كان اليهود الآن كانوا قد عابوا علينا يقولون إن تتبعنا لو ضللنا على قبلة المسجد الأقصى وهو إرث لنا وإرث للمسلمين وحق لنا، ولكن هم سفهاء القوم الذين سعدوا باتجاه القبلة الأولى ووقفوا وأنكروا على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم اتجاهه نحو بيت الله الحرام. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الأمر. والأمر حينما يأتي من الله سبحانه وتعالى لا بد من تنفيذه واتباعه دون تردد. استجيبوا لله ولمن؟ وللرسول. متى؟ إذا دعاكم. هيئكم ليه؟ لما يحييكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لإحياء هذه الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لهذا الوجود ليجعل الإنسان، هذا الإنسان المخلوق، إنسانا ربانيا له رب واحد، وله قبلة واحدة، وله رسول واحد، وله كتاب واحد، لأن ربه هو الواحد الأحد. دي من أولى المواقف التي لا بد أن نتيقن ونستوعبها بدون تردد. إذا قال لك الدكتور سيد وهو في ساعة القرآن الكريم النص حيث الرسول يقول كذا، أو قال الدكتور موسى وعلماء الأمة قالوا بكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم: عليك أن تلتزم. شيخنا عندنا في فريد دائما يقول لك: علقها في رقبة الشيخ. طب والله العبارة صحيحة، هو المسؤول، اسألوا أهل الذكر، نحن لا نعلم بهذا، فلنسأل علماء الأمة ولنسير خلفهم، فهم أمناء على هذا الدين. الوقفة الثانية التي أريد أن أقف فيها في استقبال هذه النسمات الروحانية لشهر شعبان: طهارة القلب. طهارة القلب، حط تحت منها 20 خط كده. طهارة القلب من أي شيء؟ من الحقد، من الضغينة، من حب الدنيا، من حب النفس، من حب الذات، وهكذا إلى آخره.
احببنا انفسنا اكثر ممن لهم حق علينا. الوالدين، صلة الرحم، الجيران، اين هم منا في مثل هذه الايام؟ وحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ما آمن بي، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما آمن بي، نفى الإيمان عمن يتقاعس ويتوارى عن الإحساس بجاره. نقول يا عم جاري بجاري السوري اصبر عليه، يا يرحل يديله مصيبة تشيله. لن يعلمنا الحبيب المصطفى الرحمة المهداة، لن يعلمنا ذلك. هو الذي جاء رحمة للعالمين، وهو الذي ظل، خلي بالك يقول لك ظل جبريل يوصيني بالجار حتى ظلمته ظن انه سوف يورثه. لا بد من الإحساس بالجار. من بات شبعان، بات، والفعل بات هنا يقتضي عليك أن تتحرى جيرانك في المساء. مش تقول ده نايم هم ناموا خلاص انتهت الصباح رواح يا ولية خلاص نام ويستفي، لا لا لا. الحبيب الفاروق عمر كان لا يعمل عقدية إلا بالليل، يعسعس كده ويشوف مين اللي يبكي، من الجعان، مين اللي بيشرب خمر، مين اللي ترك الدين، بالليل لا ينام. هيسأل لو عني لو دابة في عراقي تعثرت لسئلت عنها يوم القيامة يا عمر. لابد أن نحس بجيراننا بأهلينا، ولذلك طهارة القلب ترتبط بشعبان. من الذي قال بها؟ هناك حديث هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفت عنده كثيرا وحاولت بقدر إمكاني أن أصل إلى صحته بفضل الله تعالى. فهو صححه ابن حبان والبيهقي وأيضا والطبراني وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أعاذنا الله من هذا. الحمد لله مصر مسلمة ومصر موحدة منذ زمن بعيد. إلا لمشرك أو مشاحن. ونقف عند المشاحن. ما الذي بينك وبين أخيك؟ كيف تستقبل هذه الشهور؟ شهر شعبان نجتمع من أجله الآن؟ نعم، لأنه هو السنة الفقهية لشهر رمضان. إنجاز هذا التعبير عندنا في اللغة. دائما في سنن للصلاة، سنة العشاء الفقهية والبعدية وكذا، وسنة الظهر وسنة وكذا. هذا الشهر هو السنة الفقهية، تتريض فيها وتتعود على الصيام وتتعود على الطاعات وتتعود على الإنفاق وعلى الصدقة وعلى بر الوالدين وعلى الصلح مع نفسك وعلى طهارة القلب وكذا إلى آخره. فاتق الله يا رجل، وحسن نفسك وطهر قلبك مع ربك قبل فوات أوان. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن هناك نصيحة أخيرة وهي وقفة سلسة، وأترك المجال لأخي فضيلة الدكتور ناصر بارك الله فيك. الوصية الثالثة وهي الأهم، وهي خصيصة الصبر. خصيصة الصبر، لماذا الصبر؟ طب أي الصبر سوف تجده؟ في أي مكان نجد الصبر؟ تجده في الصيام. فالصيام هو صبر على طاعة الله. أنا همشي وألتزم، أنا صايم اليوم، أنا همشي وألتزم أمام الله، لأننا نريد طاعة الله سبحانه وتعالى. الصوم أيضا صبر على محارم الله. وأنت صائم تستطيع أن تعصي الله سبحانه وتعالى؟ حتى لو واحد ما بيصليش وصايم كده، يعني الناس ربنا يهديهم، يبقى يقول يا عم أنا صايم
هو صائم وهو صبي، ويستحي من الله وهو صائم، وصبر على أقدار الله المؤلمة. أقدار الله المؤلمة، في أقدار الله مؤلمة؟ نعم، الجوع والعطش ونقص الأموال والثمرات والأنفس، ما نحن فيه اليوم في مصر بلاء. لماذا هذا البلاء؟ ولا نبلونكم بشيء، شيء حاجة بسيطة جدا، إنما هو لو ادانا، لو حرمنا من كل شيء مشكلة. فلا بد أن نقف عند خصيصة الصبر. ولذلك الحديث الذي جاء في شهر شعبان ويتحدث عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصيام، فتفرض الله سبحانه وتعالى بجزائك أنت دون أحد ودون تدخل. مثل الآية الكريمة التي يخاطب فيها المولى سبحانه وتعالى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت خليفته في الأرض، الله سبحانه وتعالى فضلك على الملائكة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فيقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني يا محمد، الخطاب لسيدنا محمد، إذا سألك عبادي عني فإني قريب. إن واسمها وخبرها على القول دون فصل، فإني قريب. نعم هو قريب منا، هو معنا الآن، هو ناظر إلينا، هو متجاين علينا الآن. فلا بد أن نتذكر كل هذه الأشياء. ولذلك تمسك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمور بالصيام. ولذلك السيدة عائشة طلب فما رأيت حديثها رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا غير رمضان، استكمل شهر رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. لماذا يا رسول الله؟ لماذا هذا الاحتفال؟ أشار إليه أخي الفضيل الأستاذ سيد صالح. نعم، والذي أكده ما رواه الحب بن حب سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث الجميل الذي لا بد أن نتوقف عنده كثيرا. يقول له: لم أرك يا رسول الله تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. دي في النص كده، احنا بنحتفل برجب الايام الحلوه دي، شهر الله المحرم والمواسم فيه ومش عارف ايه، وبالمناسبه يعني هو لم يذكر هذا، لكن التكافل الاجتماعي موجود. اذهب الى اختك وامك وابنتك وادخل عليها السرور في مثل هذه الايام الطيبه بالقليل، ولو بالسلام ولو بالسؤال عنها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتى، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا لا اريد ان تبيع ملابسك وتبيع قوت اولادك جميعا. فالصدقه وصلت الى شق تمره، فعليك بالسؤال. ولذلك وهو ايضا له خصيصه اخرى: شهر ترفع فيه اعمال العباد الى رب العالمين. فأحب أن يرفع عملي وهو صائم. الله، هل تحب أن تكون من هذا الصنف؟ لا بد أن نعي ذلك، وتأكد أن لك ربا كريما وفي السماء رزقكم وما توعدون. يكفينا من هذه الجولة في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان ثمرة الصيام، وهي التقوى التي جاءت في آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ها،
هو يريد منك التقوى، هو لا يريد منك شيئا آخر، هو يريد أن تكون تقيا ورعا. والتقوى أن تستحضر الله سبحانه وتعالى أمامك في كل شيء، في معاملتك في المنزل، في البيت، مع الزوج، مع الولد، مع الجيران، مع الضعفاء، مع المساكين، مع اليتامى، في العمل أيضا، حتى تنهض الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لكم، وكل عام أنتم بخير، وبارك الله فيكم، وجعل مصر دار أمن وأمان، سلاما رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور علي مطاوع، أستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر الشريف، على هذه الكلمة الطيبة والتي طوف خلالها في فضائل شهر شعبان، ونحن مع حضراتكم في مسجد الرحمن الرحيم بالمنيف بمحافظة الجيزة، ضمن الأسابيع الثقافية والدعوية لوزارة الأوقاف المصرية. أيها الإخوة الأحباب، إن الله سبحانه وتعالى حقق رجاء حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وانظروا إلى دقة التعبير القرآني، قبلة ترضاها أنت يا محمد، ولم يقل قبلة نرضاها. إن موسى عليه السلام كما جاء في القرآن قال: وعجلت إليك ربي لترضى. أما حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن الله قال له: فلنولينك قبلة ترضاها، وقال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. حتى قال المفسرون: لا يرضى حبيبنا وواحد من أمته في النار يوم القيامة. إن القبلة نعمة من نعم الله على أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومفخرة لنا. من هنا تكررت آية القبلة في سورة البقرة: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالقبلة نعمة، فالناس في مشارق الأرض ومغاربها، في شمالها وجنوبها، يوجهون وجوههم صوب بيت الله الحرام. ثم كانت النعمة الثانية: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. فالله تبارك وتعالى يفضل الأمة بالقبلة وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيش مع هذه الكلمة الطيبة التي يقدمها الدكتور ناصر السقا، وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة. الحمد لله رب العالمين. بداية نسعد بالجلوس بين جهبذ من جهابذة العلم، ألا وهو العالم الجليل أستاذ الأساتيذ معالي الأستاذ الدكتور علي مطاوع، جزاه الله خيرا على سعيه وعلى دعوته الطيبة المباركة. ثم بالجلوس بين نجم من نجوم
الإعلام الإسلامي والدعوة الإسلامية، ألا وهو الأستاذ الحبيب السيد صالح، والذي عرف بصوته الفريد الذي عندما نسمعه نعلم أنه الإعلامي الجليل الأستاذ السيد صالح. أما عن الموضوع فنبدأ. الحمد لله، الحمد لله الذي لا ناقض لما بناه ولا حافظ لما أفناه ولا مانع لما أعطاه ولا راد لما قضاه ولا مظهر لما أخفاه ولا ساتر لما أبداه ولا مضل لمن هداه ولا هادي لما أعماه. أنشأ الكون بقدرته وما حواه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفوح بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. يستقبل المسلمون بعد أيام قلائل شهرا عظيما كريما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ليلة من أعظم الليالي وهي ليلة النصف من شعبان، والتي فيها يتجلى الله على خلقه بعموم مغفرته وشمول رحمته، فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويجيب دعاء السائلين ويفرج كروب المؤمنين. إلهي، إلهي فرج كروب المؤمنين برحمتك، إنا إليك إلهنا فقراء، واكشف مصائب من أتوك تذللا، وقلوبهم لك رغبة ورجاء. سيجود ربي بالغياث تكرما وسيكشف الداء الأليم دواء. أبدأ من حيث ما انتهى عالمنا الجليل بالحديث الذي ورد عن الصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله عنهما، حيث أنه قال أو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فأجاب النبي عليه قائلا: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس وترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. وحده الله. الحديث الذي بين أيدينا يصور لنا حال النبي مع ربه
وحال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرقبون رسول الله في عباداته ومعاملاته وفي كل حياته حتى في صيامه. وهذا عرفناه من سؤال الصحابي الجليل لرسول الله: لم أرك تصوم شهرا من الشهور، ما تصوم من شعبان؟ فبين له رسول الله سبب كثرة صيامه في هذا الشهر قائلا: ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس، وسبب هذه الغفلة أن هذا الشهر وقع بين شهرين عظيمين، شهر رجب وشهر رمضان. إذن في الحديث دليل على إحياء وقت غفلة الناس بالطاعة لله، في الحديث دليل على استحباب عمارة الأوقات التي يغفل عنها كثير من الناس بطاعة الله، لأنه في إحياء هذه الأوقات فوائد. الفائدة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم يكون أخفى الأعمال أي الأسرار، لا سيما الصيام، فهو سر بين العبد وربه ولا رياء فيه. وقرأنا قديما أن أحد السلف الصالح صام 40 عاما ولا يعلم به أحد، فكان يخرج من بيته إلى السوق ويأخذ معه رغيفين من الخبز فيتصدق بهما، فيظن أهله أنه أكلهما، ويظن أهل السوق أنه أكل في بيته. هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الصيام فيه مشقة على النفوس، وأفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه الصيام. والفائدة الثالثة، وأعني سمعك إليها جيدا، وهي أن المفرد بالطاعة وهو يعيش بين أهل المعاصي والغفلة قد يكون سببا في رفع البلاء عنهم. ثالث، المفرد بالطاعة وهو يعيش بين أهل المعاصي والغفلة قد يكون سببا في رفع البلاء عن الناس كلهم. وهذا هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه يحميه ويدافع عنه. وجاء في الحديث: ترفع الأعمال إلى الله في شهر شعبان، ورفع الأعمال على درجة، فهناك رفع يومي، وهناك رفع أسبوعي، وهناك رفع سنوي. أما رفع الأعمال اليومي فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الصباح والمساء، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وأما الرفع الأسبوعي جاء فيه أن عمل ابن آدم يرفع يوم الخميس ليلة الجمعة، وهناك رفع سنوي وهو في شهر شعبان، والذي نبه عنه النبي قائلا: وأحب
أن يرفع عملي في شعبان وأنا صائم. وفي صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان وكثرته من الصيام فيه له معان كثيرة. المعنى الأول، ربما صلى الله عليه وسلم كان يصوم في كل شهر 3 أيام، فربما غفل عن أشهر فأراد أن يدركها في شعبان قبل رمضان. المعنى الثاني، سبب كثرة صيام النبي في شهر شعبان، المعنى الثاني هو أراد بصيامه تعظيما لشهر رمضان، فهو يشبه صلاة السنة قبل صلاة الفريضة تعظيما لحق الفريضة. فالنبي أراد أن يعظم رمضان بهذا الصيام الذي يسبق شهر رمضان. وفي شهر شعبان هو شهر التصفية، شهر الايه؟ التصفية. فمن كان عليه أيام من رمضان فعليه أن يقضيها في شعبان. وجاء أن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يخاطب التجار ويقول لهم اللي عليه دين يخرجه فين أو يقضيه فين؟ في شعبان. وسيدنا أنس كان يناشد التجار أيضا يقول لهم أخرجوا زكاتكم في شعبان حتى يتفرغ الفقير والمسكين لصيام شهر رمضان. من فضائل شهر شعبان، ولا أطيل بعد هذه اللافتة، المصارعة في رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مصارعة. هذه المصارعة وضحت لنا وتجلت في قول الله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها. ولم لا؟ وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله إن الله يسارع في هواك، إن الله يسارع في رضاك، إن الله يسارع في هواك، أي في رضاك يا محمد. ولم لا؟ وقال الله تبارك وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقرأت في تفسير النسفي معلومة تقول وكأن الله عز وجل يقول له يا محمد كل الخلق يتمنوا رضاي وأنا أتمنى رضاك يا محمد. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ينتظر هذه الأمنية وهي التحول والتوجه إلى بيت الله الحرام. وعندما توجه إلى بيت الله الحرام صارت الكعبة قبلة المسلمين في حياتهم وبعد مماتهم. وأختم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لشهر شعبان بالبركة فقال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واحفظ لنا مصرنا يا الله. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء،
اللهم إنا نسألك بحق هذه الليلة المباركة أن تحفظ شعبنا وجيشنا وأمننا، وأن ترفع عنا الغلاء والوباء يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكراً لفضيلة الدكتور ناصر السقا وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة على هذه الكلمة الطيبة عن فضائل شهر شعبان. ونحن مع حضراتكم في مسجد الرحمن الرحيم بالمنير بمحافظة الجيزة ضمن الأسابيع الثقافية والدعوية لوزارة الأوقاف المصرية. أيها الأحباب، هناك نعمة أخرى حدثت في شهر شعبان يجب أن نحمد الله عز وجل عليها، بالإضافة إلى تحويل القبلة. لقد نزل قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نزلت آية الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، فحق لنا أن نحمد الله عز وجل على هذه المنة الكبرى والنعمة العظمى، نعمة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو فضل لا يعادله فضل، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من سجود الملائكة لآدم. فلما سئل عن سر ذلك قال: لأن سجود الملائكة لآدم كان مرة واحدة وانتهت، أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن نبتهل إلى الله مع المبتهل الشيخ أحمد عبد الباقي راشد.